بتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتش ده ونصعد ان شاء الله. بنحضر كويس وبنتفرج على فريق كويس طبعا وبطل اوروبا، فبنحضر ليه كويس ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل مباراه كويسه قدامهم وتليق باسم النادي الاهلي وبمصر ان شاء الله. طبعا بنشكركم الشعب المغربي والشعب الشقيق، بنشكرهم على دعمهم ومساندتهم، واتمنى ان شاء الله باذن الله بكره يساندونا ونرفع راس مصر ونرفع راس المغرب ان شاء الله والامه العربيه. طبعا فرود اهم فرود في العالم حاليا طبعا، اي فرود بنحضر ليه كويس وبنجهز ليه كويس ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله وبنعمل ماتش كويس كده ويا رب نكسب ان شاء الله. يعني نتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحهم ان شاء الله.